انتقل من سباق 3000 متر موانئ لسباق 5000 متر سيدات، ثانيه 5000 متر سيدات. الصراع كان بين المدارس التقليديه المدرستين الكينيه والاثيوبية على مستوى المراكز الاولى، المراكز الثلاثه الاولى على مستوى الميداليه الذهبيه والبرونزيه والفضيه. الكيلية ليليان كاسيت ستفوز بالميدالية الذهبية بعدما قطعت السباق في زمن قدره 15 دقيقة 33 ثانية و63 جزء من الثانية، فيما الإثيوبية جيجيا هاوي فيسا مواطنة لنا آليمتو جاءت في المركز الثالث. ونتابع لحظة آخر لحظات السباق، الصراع الإثيوبي الكيني على مستوى آخر الأمتار بين الكينية والإثيوبية، لكن في الأخير الذهب سيذهب للكينية ليليان كاسيت. قطعت المسافة في زمن قدره 15 دقيقة 33 ثانية و63 جزء من الثانية. كيجيا جاءت في المركز الثاني، الإثيوبية أيضا، الإثيوبية أولانا أليميتو جاءت في المركز الثالث. كينيا مركز أول ذهبية، إثيوبيا مركز ثاني فضية، أيضا إثيوبيا مركز ثالث ميدالية برونزية.